كويسين. قصة النهاردة وموضوع النهاردة غريب جدا جدا جدا، عايزك تركز معايا للآخر لأن قصة طويلة شوية وفيها كمية معلومات غريبة جدا. في معلومة لازم تعرفها قبل ما أبدأ القصة. قال الرسول صلى الله عليه وسلم وعلى صحبه وسلم: بلغوا عني ولو آية، وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. القصة اللي أنا أقولها لكم النهاردة دي مذكورة في أكثر من مصدر وأكثر من مكان، حصلت قبل بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم بقرون. عايزك تستمتع للآخر. في زمن من الأزمنة اللي كانت ما بعد النبي سليمان عليه السلام، كان في بعض من بني إسرائيل ساكنين في مصر، وكان كبيرهم رجل اسمه أوشيا. أوشيا دوت كان رجل غني جدا وعنده من الأموال الكتير، يعني زي ما تقول تاجر كده، وفي نفس الوقت كان عالم في الدين وكان كبير من كبراء بني إسرائيل وكان قادر قضاء في نفس الوقت، يعني تقدر تقول إن هو كان كبير العشيرة أو كبير الجماعة من اليهود دول. من خلال علمه في الدين وقراءته للكتب المقدسة قدر يعرف عن طريق النبوءات إن في رسول عربي اسمه محمد عليه الصلاة والسلام، والرسول العربي ده هو دينه اللي هيكون باقي ليوم القيامة، وإن أمته هتكون من أعظم الأمم ليوم القيامة. أوشيا كان متعصب لبني إسرائيل زي ما كلهم كده، ما كانش حابب الوضع ده إنه يستمر أو إنه يحصل، فقرر إن يخبي المعلومات دي عن قومه، ما جابلهمش أي سيرة ولا نبوءات ولا اللي مكتوب في الكتاب المقدس. بالعكس، جمع كل الأوراق والكتب المقدسة اللي فيها النبوءات واللي فيها الكلام ده كله وخباها في صندوق، أو معنى أصح في تابوت حديد، وحطه في سرداب القصر بتاعه اللي هو عايش فيه. ومرت الأيام على أوشيا دوت لغاية ما توفى. ابنه بلقيا هو اللي مسك مكانه، خلي بالك لأن هنا هتبدأ القصة. بلقيا مسك مكان أبوه وبقى هو كبير القوم وأغنى رجل في القوم وعنده كل الصلاحيات. في يوم من الأيام بلقيا كان تحت في السرداب، وهناك شاف حاجة غريبة، شاف التابوت الحديد اللي محطوط هناك. استغرب، هل في كنز التابوت ده ولا في ايه؟ كسر قفل التابوت، لقى جواه صندوق من خشب. فتح الصندوق الخشب دوت، لقى أوراق ومخطوطات وكتب، وكانت الحاجة المشتركة بين الكتب والأوراق دي ايه؟ اسم محمد عليه الصلاة والسلام. استغرب لقيا من الأوراق دي وبدأ يقراها ويتعمق فيها ويعرف ايه هي، لغاية ما عرف ان ده بيقول ان في رسول جاي للدنيا دي، وان دينه هو اللي هيخلد ليوم القيامة، وان الناس اللي هتتبع دينه هيكونوا من اعظم الناس واعظم الامم. لكن المشكلة ما كانش لاقي بلقيا اي معلومة عن مكان وجود النبي ده او زمانه، يعني هل بعث ولا ما بعثش، وتبعث بعث فين او امتى، كانش عارف حاجة. واستغرب ابوه ليه كتم السر ده مبلغش حتى قومه او اقرب الناس ليه اللي هو حتى ابنه. فهنا فكر بلقيا وقال: لا، انا لازم ابلغ قومي بالموضوع ده. وفعلا جمعهم كلهم في القصر بتاعه، في ساحات القصر بتاعه، كان قصر ضخم جدا، وحكى لهم كل المعلومات اللي بتشير الى الرسول عليه الصلاة والسلام وصفاته وخاتم النبوة وكل شيء. هنا قومه اعجبوا بكلام بلقيا وحبوا يعرفوا مين الرسول ده وفعلا يخشوا في دينه، بما ان كتبهم المقدسة بتنص على وجود الرسول دوت، والنبوءات كلها بتقول ان لازم تتبعوه في حالة ظهر، حتى لو ما كانش من بني اسرائيل، حتى لو كان عربي. المهم، وهم كلهم مجموعين وهو عمال يحكي لهم على اللي حصل، قال: ويلا لك يا أبتي مما كتبت وكتمت من الحق على بني إسرائيل. هنا قوم بني إسرائيل الموجودين ردوا عليه وقالوا له: إيه، والله لو لم تكن أنت إمامنا ولم تكن أنت ابنا لقمنا ونبشنا قبر أبيك وأحرقناه، لأنه كتم عنا معلومة مهمة مثل هذه المعلومات. هنا رد عليهم بلقيا وقال لهم: إيه يا قوم، لا ضير يا قوم، فإنه اتبع حظ نفسه وخسر دينه ودنياه. ومشاهم بعد ما خلص الاجتماع دوت، وقرر ورجع بلقيا لقصره وسلم على والدته اللي كانت لا تزال على قيد الحياة.
وقال لها أنا قررت أخرج من مصر وأبحث عن الرسول دوت إذا كان بعث. فقالت له إذا كنت ده اللي أنت عايزه أخرج أنا سامحها لك، بس هل بعث أو ما بعثش؟ فلا أنا هطلع وأشوف. وفعلا عين شخص مكانه يترأس القوم لغاية ما يرجع، وقرر بلقية أن ينطلق من مصر إلى بلاد الشام، لأن في بلاد الشام كان في العديد من أحبار بني إسرائيل موجودين هناك، اللي عندهم الكثير من العلوم في الدين هناك والمعارف والمخطوطات. وصل لبلاد الشام وبدأ يلف ما بين الأحبار ويسأل عن الرسول عليه الصلاة والسلام، لكن محدش اداله أي إجابة، هل هو موجود، هل بعث، متى هيبعث، هل أتى زمانه، ما كانش في حد عنده معلومة. كان هم بلقية إنه يقابل الرسول صلى الله عليه وسلم، أو على الأقل يعرف إذا كان ده زمانه أو لأ. وفضل فترة كبيرة يلف بلاد الشام لغاية ما وصل لحبر من أحبار بني إسرائيل وحكى له قصته. هنا الراجل ده قال له إيه؟ بلقية في المكان ده محدش هيفيدك ومحدش هيوصلك للمعلومة اللي أنت عايزها، لكن أنا هديك نصيحة، في حبر من أحبار بني إسرائيل موجود في الجزيرة الفلانية في البحر، فخد لك سفينة واتجه للجزيرة دي، والراجل ده أكيد هيفيدك وهيدلك ويقول لك مين هو الرسول عليه الصلاة والسلام، أو على الأقل هيقول لك إذا أتى زمانه أو لا. مكدبش خبر، وراح للساحر واشترى سفينة وركب البحر بيها في اتجاه الجزيرة اللي قال له عليها الراجل دوت. أول يوم في رحلته في البحر الموج عمالة تشقلب المركب أو تلطمه من مكان لمكان لغاية ما خلي السفينة رست في جزيرة غريبة هو مش رايحها غير الجزيرة اللي هو كان مقرر يروح لها. أول ما فاق بلوقيا وشاف نفسه على الجزيرة دي نزل وبدأ يستكشف، قصدي بالسفينة المركب كبير مش سفينة، سفينة، بدأ يستكشف المنطقة بتاعته. الغريب إنه شاف على الجزيرة ديت العديد من التعابين، مليانة تعابين، مليانة حياة يعني، والأكتر إن كل واحدة واحدة كان حجمها بحجم الإبل، كبير جدا. ما توقفتش غرابة الموضوع لحد دلوقتي، أنا لسه هكمل لكم. الأفاعي دي كانت بتتكلم وتردد وتقول لا إله إلا الله محمد رسول الله. هنا بلقية شاف منظر ما كانش يتوقعه أبدا ولا يتخيله، منظر غريب جدا، تعابين أو حياة عمالة تكرر لا إله إلا الله محمد رسول الله. كان خايف جدا وكان مرعب، شافته التعابين دي وتوجهت لي وقالت له من أنت يا عبد الله؟ استغرب بتتكلم التعابين ورد، قال أنا بلقية من بني إسرائيل. فردوا عليه لم نسمع ببني إسرائيل، ما هو إسرائيل؟ فقال بلقية إسرائيل من نسل آدم وإسرائيل من أولاد آدم. ردت الأفاعي عليه وقالت له نحن نعلم بآدم لكننا لم نسمع بإسرائيل. أنا عايزكم تربطوا الأحداث دي كلها ببعض، لأن في قصص لازم تربط الأحداث عشان تعرف نهايتها إيه. سمعنا عن آدم ولم نسمع عن إسرائيل، هنا بدأ يرتاح بلقية وقال لهم من أنتم؟ أنتوا شكلكم غريب وأنا أول مرة أشوف تعابين بتتكلم، وإزاي بتعرفوا الرسول عليه الصلاة والسلام وإزاي قاعدين بترددوا اسمه؟ ردوا عليه وقالوا له نحن أفاعي من جهنم، وخرجنا من جهنم لأن جهنم تفور وتصفر في السنة مرتين، نخرج منها عندما تفور وتصفر ثم نعود إليها، وبسبب زفيرها يحدث أمرين في الدنيا، الأول يشتد الحر في الصيف والآخر يشتد البرد في الشتاء، فشدة الحرارة في الصيف وشدة البرودة في الشتاء من جهنم. وفي جهنم يا بلقية لا يوجد درك من أدراكها أو باب من أبوابها ولا سرداب من سراديبها إلا وكتب عليه لا إله إلا الله محمد رسول الله. فلهذا السبب عرفنا محمد عليه الصلاة والسلام. هنا استجمع بلقية نفسه أو استجمع قوته وعرف إنها مش هتأذيه، فقرر إن يسألها أسئلة تانية، أسئلة عشان يقرب منهم ويعرف من العلم اللي هما مخبيينه. فقال لهم هل في جهنم أفاعي أكبر منكم ولا أنتوا أكبر أفاعي موجودة؟ فقالوا له في جهنم في أفعى، نحن ندخل من أنفها ونخرج ولا تشعر بنا.
لا تشعر بنا من شدة ضخامتها. يعني تخيل كده ان التعابين اللي كانت بيتكلموا واحدة بحجم الجمل او الفيل بتخش في مناخير تعبان تاني وتطلع وما بتحسش منها لانها عملاقة وكبيرة. فتخيل الحجم. هنا بلقي قاعد يسمع وكان عمال ينصدم واحدة ورا التانية، وفي نفس الوقت بدأ يفكر هل يفضل هنا ولا يتحرك، هل يمشي ولا ويرجع مصر ولا كفاية على كده. قال لك لا انا هكمل. قال خلاص الافاعي دي افاعي مسيرة وربنا سبحانه وتعالى خلق الامر لامر معين، مستحيل هتساعدني ان اوصل للرسول صلى الله عليه وسلم. فسلم عليهم وركب سفينته تاني في البحر باتجاه الجزيرة اللي كان قصدها في الاول قبل ما الموج ما يوقعه. وهو في طريقه لعب فيه الموج مرة تانية، قعد الموج يلطمه يمين وشمال لغاية ما خلاها رسى في جزيرة تانية من الجزر. لما رست سفينة بلقية في الجزيرة دي اللي برضه ما كانش يعرفها، نزل وقعد يتمشي فيها. المفاجأة لقى برضه فيها أفاعي تانية نفس اللي في الجزيرة التانية، لكن الغريب إن كان في أفعى من الأفاعي الضخام فوقيه أفعى صغيرة لونها أصفر، وكل الأفاعي الموجودين كانوا بيخافوا من الأفعى الصغيرة الصفراء دي. وكانت الأفعى الصغيرة الصفراء دي لما تصفر أو بتطلع صوت كل الأفاعي دي تستخبى تحت الأرض. وكان موقف غريب جدا، يعني الأفعى الصفراء دي كانت كبرتهم وشافت بلقية وراحت له وقالت له من أنت يا عبد الله؟ فقال أنا بلقية من بني إسرائيل. فقالت له وما إسرائيل؟ قال لها إسرائيل من ولد آدم. فقالت له أعرف آدم ولا أعرف إسرائيل. هنا بلقية سألها ومن أنت؟ أنت مين بالظبط؟ منظرك غريب عن بقية الأفاعي اللي موجودة هنا، أنت مين؟ فقالت له أنا الموكلة بأفاعي الدنيا واسمي تلميخة، ولولاي أنا لقتلنا أفاعي الدنيا كل بني آدم في يوم واحد، لكن بسبب صوتي وخوفي هم مني يختبئوا داخل الأرض فلا يؤذون الناس. وكملت وقالت له إيه؟ أنت كيف وصلت إلى هنا؟ فقال لها بلقية أنا جئت بحثا عن الرسول محمد عليه الصلاة والسلام. فقالت الأفعى الصفراء إذا وجدت رسول الله فأبلغه مني السلام. هنا عرف إن الأفعى دي ملك أفاعي الدنيا دي مش هتقدر تساعده، إن لو تقدر تساعده ما قالتلوش وصل لي السلام لرسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأيته، ورجع بسفينته تاني. لكن المرة دي كان خايف وقلقان ان يمشي تاني في البحر ويشوف حاجات اكتر من اللي شافها دي، وفي نفس الوقت هو منصدم من اللي شافها من الافاعي اللي شافها وبعايز تفسير للافعى الصفراء بالذات. فقرر ان يرجع لبلاد الشام ويروح من هناك لبيت المقدس، لان في بيت المقدس هناك في علماء كتير من علماء الدين، هناك كتير من علماء الدين اللي ممكن يفسروا له. وفعلا وصل لبيت المقدس وهناك قابل حبر من احبار بني اسرائيل اسمه عفان الخيري. عفان الخير ده كان كبير في السن وبدأ يحكي لعفان الخير ده كل حاجة حصلت له، من الأفاعي اللي بحجم الإبل لغاية الأفعى الصفراء لغاية رجوعه لبيت المقدس، حكى له كل شيء. هنا عفان الخير قال له إيه؟ بلقية دلني على مكان الأفعى الصفراء لأني أريد أن أصطادها، وأنا لو اصطادتها هكسب أنا وأنت ملك عظيم في هذه الدنيا. طبعا كان وضع غريب جدا، اشمعنى الأفعى الصفراء دي؟ ما تدورش على مع تفسيرها، مش هتلاقي تفسير ليها في أي كتاب ليه عفان الخير كان عايز الأفعى الصفراء دي. على كل حال بلقية رفض الأمر دوت وقال له لا أنا مش عايز كده، أنا عايز أبحث عن الرسول عليه الصلاة والسلام. فرفض بلقية إنه يروح معاه، لكن عفان الخير كان ذكي جدا قال له بطريقة تانية، قال له أنت عارف إن إحنا لو اصطادنا الأفعى دي ممكن ربنا سبحانه وتعالى يحقق لك دعائك وخليك توصل للرسول عليه الصلاة والسلام. بدأ يغسل دماغه ويلعب على وتر النفسية والحاجة اللي هو عايزها، انت مش عايز تشوف الرسول دلني وخلينا نصطاد التعبان ده وبعد كده هنحصل على ملك عظيم، من خلال الملك ده انت تقدر توصل للرسول عليه الصلاة والسلام. وافق بلقية وقال له هقول لك على مكان الأفاعي دي فيه وتحديدا الأفعى الصفراء دي. وبدأوا يستعدوا ويجهزوا للرحلة للسفينة بالسفينة للجزيرة دي. أول حاجة عفان الخير عملها إيه؟ بنى تابوت حديد، صندوق حديد، وخد معاه وعاءين من فضة، واحد فيه خمر والتاني
فيه لبن، وخد الاتنين دول وركبوا السفينة بتاعت لوقيا أو المركب الكبير واتجهوا للجزيرة دي. وأول ما رسوا للجزيرة راح عفان حط التابوت أو الصندوق اللي من حديد ده ونصبه كفخ للأفعى الصفراء واستخبوا خلف التابوت ده. طبعا الأفعى الصفراء بدأت تشم رائحة اللبن والخمر فجذبتها الريحة وقررت تتجه باتجاه الصندوق ده. وأول ما وصلت للتابوت ده ودخلت جواه وكان يمين وشمال اللبن والخمر بدأت تشرب من الاتنين دول، وبعد ما خلصت فقدت الوعي ونامت. هنا عفان الخير قفل باب الصندوق مباشرة وقفله بقفل كبير كان معاه وانبسط وقال لبلقيا الآن نعود إلى سفينتنا. شالوا الصندوق وراحوا ناحية السفينة. هنا حصل حاجة غريبة جدا وهما رايحين للسفينة، وهما رايحين ناحية السفينة كان في شجرة في الطريق من الأشجار الموجودة في الجزيرة دي اسمها القرمل. شجرة القرمل دي بدأت تكلم عفان الخير وبلوقي وقالت لهم من يأخذني ويقطعني ويعصر مائي ودهني ويطليه على قدمي فإنه يخوض البحار السبع كلها ولا يبتل ولا يغرق. يعني اللي يعصر الدهن بتاعه والمية ويحطه على رجليه يقدر يمشي على المية كأنه ماشي على الأرض مش هيتبل. هنا استغربوا بلقي وعفان الخير وفي شجرة بتتكلم، لكن عجبهم كلامهم وقرروا إن هم يعملوا كده يقطعوها ويعملوا كل حاجة هي قالت عليها. وفعلا قطعوها وعملوا زي ما قالت بالظبط ومسحوا رجليهم بالموضوع ده. في الوقت ده الصندوق اللي كان فيه الأفعى الصفراء انكسر وطارت الأفعى الصفراء في الهواء وهي بتطير اتجاه السماء. كانت بتكلم بلقيا وعفان الخير وبتقول لهم يا عباد الله ما أجرأكم على الله، يا عباد الله ما أجرأكم على الله. عفان الخير ما كانش في دماغه لأن كان عم أمشي القدرة اللي كان ياخدها من الشجرة، لكن بلقيا خاف وحز في خاطره الكلام ده، لكن بسبب تدخل الأمور وحصولهم على الدهن اللي هو من الشجر ده نسي الموضوع وقرروا يكملوا ويشوفوا ايه الوضع ونمشي على البحر. وقرروا انهم يبدأوا يخوضوا رحلة تانية في البحار السبعة وانطلقوا هما الاتنين في اتجاه البحر. وفعلا مشيوا على البحر زي ما يكونوا ماشيين على الأرض، وكان مشيهم خطواتهم السريعة يعني بيقطعوا مسافة كبيرة جدا في وقت قليل جدا من غير أي مشاكل. وفضل ماشي عفان الخير وبلقيا وقطعوا البحر الأول والتاني لغاية ما وصل البحر التالت، وهناك ظهر قدامهم جبل. كان جبل غريب جدا، الجبل ده كان ترابه من مسك وتوسط الجبل ده كهف. راح بلقيا وعفان الخير للجبل ده ودخلوا الكهف ده، وهناك شافوا سرير من ذهب. على السرير ده في شاب نايم أو ميت، واضع يده اليمين على صدره ويده اليسار على بطنه، وكان لابس في إيده خاتم. قربوا منه فاكتشفوا إن وراء الشاب ده في تنين ضخم قاعد بيحرس الشاب ده. بلقيا طبعا متفاجئ من الأمر مش عارف ده مين. عفان الخير بما إنه راجل دين وعنده علم من مخطوطات وحاجات كتير عرف مين الشاب ده، عرف إن الشاب ده هو نبي الله سليمان عليه السلام، والخاتم ده هو ختم سليمان، والخاتم ده كان مصنوع من فضة وبعض أحجار الياقوت وكان بداخله 4 أسطر كل سطر كان عليه اسم الله الأعظم. بلقيا سأل عفان الخير وقال له من هذا الشاب؟ فرد عليه عفان الخير وقال له هذا سليمان بن داود عليه السلام، وهذا الخاتم اللي بيلبسه ده هو الخاتم اللي فيه اسم الله الأعظم. لو خدنا اسم الله الأعظم دوت هنقدر نملك الدنيا وما فيها. وكمل وقال له أنا وأنت الآن سنأخذ هذا الخاتم، واحد منا سيضعه في يدي وبهذه الطريقة يا بلقيا ستجد رسول الله عليه الصلاة والسلام. خاف بلقيا وقال له يا عفان ألا تعرف دعاء سليمان أنه دعا أن لا يكون الملك اللي يكون لي ما يكونش لحد تاني من بعده؟ فقال له عفان الخير يا بلقيا لا تخف، فنحن الآن صرنا نعرف اسم الله الأعظم ولن يمثل علينا أي أذى، والتنين اللي قاعد بيحرس سليمان عليه السلام مش هيقدر يقرب منا، لأن في حالة إذا قرب لنا هنذكر اسم الله الأعظم في وشه وبكده
مش هنتأذي. بلوكك الخايف بس استجاب لرغبة عفان الخيل، لأن في النهاية قدامه هدف، أي حاجة توصله للنبي للرسول عليه الصلاة والسلام. واقترب عفان من النبي سليمان وكان عايز يخلع الخاتم بتاعه. فجأة تكلم التنين وقال له: ما أجرأكم على الله أن تظنوا أنكم تغلبون باسم الله الأعظم، فإنا نغلبكم بقدرة الله. وبدأ التنين ده يطلع نار من فمه وينفخ عليهم، لكن ما كانش بيصيبهم لأن كان بلقي عمال يردد اسم الله الأعظم اللي كان منقوش في الخاتم. لما قرب عفان الخير إن يخلع الخاتم بالكامل، هنا حصلت حاجة غريبة جدا، حصل أغرب من كلام التنين وأغرب من كل اللي فات ده كله. نزل من السماء كالصاعقة ملك عظيم، جبريل كما ذكر، وصرخ فيهم صرخة عظيمة اهتز منه أرجاء المكان، فسقط بلقية وسقط عفان الخير. هنا قام التنين دي ونفخ نفخة من النار فاحترق منها عفان الخير وداب. بلقية ما حصلوش شيء. هنا بلقية كان مرعوب جدا ما كانش قادر يلم نفسه، ووقف وسأل الراجل ده اللي هو نزل له من السماء ده، قال له: من أنت يا عبد الله؟ فرد قال له: أنا جبريل أمين رب العالمين. فقال له بلقية: يا جبريل، إنما خرجت حبا في محمد عليه الصلاة والسلام ولم أقصد الخطأ. فقال له جبريل: وهذا ما أنجاك. واختفى من قدامه. كان حدث غريب، ورجع بلقية لوحده. عفان الخير اتحرق، التنين حرقه ورجع لمكانه، وجثة النبي سليمان فضلت زي ما هي ولم يمسها أحد، والخاتم لسه في إيده. أخذ بلقية فترة لغاية ما هدي ويستجمع قواه، وهو ما كانش عارف أصلا إيه اللي بيحصل، هل أكمل ولا أقف ولا أعمل إيه، وقرر إنه يكمل. وكانت خطته إنه يخوض بقية البحار السبعة كلها، وفعلا اتوجه للبحر وبدأ يمشي على البحر تاني بسبب الزيت اللي حطه على رجله، واتجه لغاية ما وصل للبحر السابع. ده ما وصل بقى للبحر السابع لقى قدامه جزيرة، الجزيرة دي كانت من الذهب وعشبها من الزعفران، وكان عليها أشجار الرمان والنخل والزيتون. بلقي لما شاف المنظر ده، وطبعا بسبب اللي شافه قبل كده في رحلته، ما بقاش الموضوع بالنسبة له خوف أو شيء، بقى عنده نوع من أنواع إن الحاجات دي حاجات عادية اللي أنا بشوفها ومنطقية، أنا بس اللي ما كنتش أعرفها، وما دام ما بعملش حاجة غلط مش هيحصل مشاكل. وقرر بلقية إن يدخل الجزيرة دي عشان يكتشفها. لما دخل الجزيرة دي قرر ياخد ثمرة من الثمار اللي على الأشجار ياكلها، جعان وعايز ياكل اي شيء، وكان معدي بتجارب كتيره جدا في البحر. فلما قرب بلقيه من الثمار عشان ياخد واحده منها، الشجر كلمه قال له: يا خاطئ يا ابن الخاطئ، لا تاخذ مني شيئا. هنا خاف بلقيه ورجع لورا. في نفس اللحظه شاف قوم من بعيد جايين جري عليه، ناس كتير جايه تجري عليه من نص الجزيره، شايف الغبار بتاعهم والتراب بتاعهم وكل شيء، السيوف واضح انهم جايين يقتلوه، واقتربوا فعلا منه وحاوطوه بشكل دايرة. هنا خاف وارتعب، حس ان دي هتكون نهايته، لكن افتكر ان معاه اسم الله الاعظم فبدأ يردده امامهم. هنا القوم دول بدأوا هم يخافوا من بلقية، وبدأوا هم يرجعوا لورا عارفين ان اسم الله الاعظم مش اي حد يكون معاه. بعد ما توقف القوم دول أمام بلقية قالوا: لا إله إلا الله محمد رسول الله، أيها العبد، من أنت يا عبد الله؟ فقال: أنا بلقية من بني إسرائيل من نسل إبراهيم الخليل، وأنا من ذرية آدم. فقالوا له: وماذا تفعل هنا؟ فقال لهم: جئت باحثا عن الرسول عليه الصلاة والسلام، وظللت طريقي وواجهت في الطريق. وبدأ يحكي لهم كل حاجة واجهها في الطريق، من تعابين بقى ومن جثة نبي سليمان ومن تنين ومن جبريل، بدأ يحكي لهم كل شيء. فقالوا له القوم دول: ايه حسنا يا بلقية، اجلس واسترخي واحنا هننده لك ملكنا. وفعلا جاء ملك القوم دول اللي كان اسمه صخر، وعرف بلقية بنفسه وقال له: نحن قوم من الجن المؤمن، ونحن كنا في السماء مع الملائكة ونزلنا معهم لنقاتل الجن الكافر.
وبقينا هنا من ذلك اليوم نغزوهم ونكر ونفر عليهم حتى يوم القيامة وإننا لا نموت. هنا انبسط بلوقيوم وبدأ يحس بالأمان، جن مؤمن، وبدأ يجيله الفضول مرة تانية وسأل صخر: يا صخر، كيف كان خلق الجن؟ ممكن انت تقول لي ازاي كانت بداية خلق الجن، ازاي خلق الجن؟ فقال له صخر: يا بلوقيوم، في بداية الأمر وفي السماء الله خلق مخلوقين. المخلوقين دول جبليت وتبليت. جبليت كان أسد ذكر، تمليت كانت ذئبة أنثى، وكان طول كل واحد منهم مسيرة 500 سنة، وكان ذيل الأسد على شكل أفعى وذيل الذئبة على شكل عقرب. وربنا سبحانه وتعالى أبر جبليت وتمليت إن هم يقتربوا من جهنم ويهزوا ذيولهم عند جهنم، ومن ذيولهم ظهرت الأفاعي والعقارب التي تسكن جهنم والتي يعذب فيها كل كافر يوم القيامة. بعد كده يا بلقيا ربنا سبحانه وتعالى أمر جبليت وتبليت تمليت إن هم يتزوجوا، فتزوجوا، وحملت الذئبة تمليت بسبع بنين وسبع بنات. وبعد ذلك أمروا بأن يتم التزاوج ما بين السبعة والسبعة دول، فجميعهم تزوجوا ما عدا واحد من البنين، رفض الانصياع أن يتجوز من شقيقته، وده كان إبليس، ويكنى بالحارث وأبي المرة. وسبب إن إبليس رفض إن يتزوج أبوه الأسد لعنه. وبعد ما سمع الجواب بلقية قال للملك الصخر: طيب يا ملك، تقدر تساعدني في غايتي؟ تقدر تدلني على الرسول عليه الصلاة والسلام؟ فقال له الملك صخر: أنا ما عندي علم، أو ما عنديش علم، لكن ممكن أبعتك لشيخ يكون عنده العلم، والشيخ ده هو كبيرنا وأكثرنا حكمة وأكثر شخص عنده علوم في الدين، وعلشان توصل له لازم تركب فرسي أنا بس، لأن هي الشيء الوحيد اللي يقدر يوصل للشيخ ده. طبعا بدقية وافق وركب الفرس دي اللي كان شكلها غريب جدا، كانت نفس الشكل الفرس العادية لكن متغطية أو منقبة كلها، وعليها هدوم كتير وحاجات كتير ما تبينش إيه اللي تحتها. وانطلقت الفرس ببلوقية، ما عندهاش وقت طويل إلا وصل بلقية للشيخ ده، ونزل للمكان اللي موجود فيه الشيخ، والشيخ بيبصله كده ورحب بيه، وعارف إن ما يوصلوش إلا لو كان حد بعته، يعني عارف إن بلقية هيكون ضيف عنده مش شخص سيء أو شيء، لأن محدش يعرف يوصله كده. ولما قرب لبلقية مسك الفرس، كانت تعبانة، الفرس كانت منهكة جدا على وشك إن هي تموت، فسأل بلقية وقال له: يا بلقية، انت جيت في منين؟ فقال له: انا جيتك من عند ملك الجن الصخر. فقال له: كم لك ماشي او متحرك من عند الملك الصخر؟ فقال له بلقية: تقريبا يوم، يعني انا مشيت الصبح واحنا دلوقتي العصر، يعني كل المسافة تقريبا 5 فراسخ او 10 فراسخ. فالشيخ قال له: لا، انت ما مشيتش 5 فراسخ، وانت اتعبت فرسنا، فرسنا الان على وشك الموت. هنا خاف بلقية وقال له: انا ما قربتش منها ولا ضربتها ولا عملت لها اي شيء، بالعكس انا كنت بعملها بكل ود. فقال له شيخ: انا ادري، انا ادري، عارف ان انت ما عملتش فيها اي شيء، لكن الفرس حست بثقلك وان لك مكانه في هذه الدنيا، فقررت انها تختصر المسافات وتوصلك بسرعه عشان تخلص من الثقل ده. فبص له بلقيه فقال له الشيخ: يا بلقيه، هذه الفرس مشيت فيك مسيرة 120 سنة، 120 سنة كانت تطير بيك ما بين السماء والأرض دون جبل قاف. أكلمكم عن جبل قاف في الجزء الثاني من القصة. وشال اللبس اللي على الفرس ده، والمفاجأة إن الفرس دي كانت مليانة عرق، وكان ليها جناحين، وأجنحتها كانت تقريبا متكسرة من شدة الطيران وسرعته. وبص لها بلقية كده وبص للفرس وقال: هذا والله شيء عجيب. فرد عليه الشيخ: عجائب الله لا تنقضي. المهم راح قعد مع الشيخ وبدأ يتكلم ويقول له: أنا ببحث عن الرسول صلى الله عليه وسلم. والشيخ قال لبلقية: أنا ما عنديش أي معلومة أقدر أديها لك، وما عنديش علم هل بعث ولا ما بعثت، وهل ده زمانه ولا لا، ما عنديش أي معلومة، لكن اسمع يا بلقية، أنا هديك نصيحة واحدة، والنصيحة دي ممكن تساعدك في غايتك، اتجه في البحر في الاتجاه ده، وهناك هتقابل مخلوقات عندها علم أكتر من علم، المخلوقات دي ممكن تفيدك بمعلومة.
معلومة ممكن تساعدك في الوصول لغايتك. هنا ما كدبش بلوك يا خبر وبدأ يمشي، وهو دلوقتي بقى يمشي على المايه زي ما قلت لكم، وفعلا ماشي في نفس الاتجاه اللي وصفه لي الشيخ. يوم يومين وهو ماشي، وفي اليوم الثالث مرة واحدة قابل ملك كبير. الملك ده كانت احدى يديه بالمشرق والاخرى بالمغرب، وكان يقول لا اله الا الله محمد رسول الله بيرددها. فقرب منه بلقيه، وعلى طول الملك سأله من انت يا عبد الله؟ فقال له بلقيه انا بلقيه من بني اسرائيل من نسل ابراهيم الخليل من ولد ادم. وبعد كده قال له وانت من انت؟ فقال له الملك ده انا الملك يوحابيل، وانا الموكل بظلمة الليل وضوء النهار. فقال له بلقيه طيب ليه ايديك واحدة يمين واحدة شمال مبسوطتين؟ فقال له بيدي الاولى امسك ظلمة الليل، وبيدي الاخرى امسك ضوء النهار، ولو سبق الضوء الظلمة لاضاءت الدنيا بمن فيها ولم يكن هناك ليل، ولو سبق الظلام الضوء لاظلمت الدنيا وما فيها ولم يكن هناك نهار. سألوا بلقية قال له هل تعرف شيء عن الرسول عليه الصلاة والسلام؟ تعرف بعث امتى او فين او موجود فين؟ فقال له الملك لا اعلم. على كل سلم عليه واكمل المسيرة بتاعته في نفس البحر دوت اللي مليان بالمخلوقات الغريبة. الغريبة طبعا بالنسبة لبلقية ولينا احنا، لكن مش غريبة على الله سبحانه وتعالى. وهو في طريقه قابل ملك تاني، والملك ده كان ليه يد في السماء ويد في الارض. فاقترب منه بلقية وسلم عليه، وعلى طول طبعا الملك سأله من انت يا عبد الله؟ بدأ يعرفه بلقية بالاجابة المعتادة بتاعته، وبعد كده قال له بلقية وانت من انت؟ فقال له الملك انا ميخائيل، وانا الموكل بالماء والريح. فقال له بلقية ولماذا يدك في السماء ويدك الاخرى في الارض؟ فقال الملك يدي الأولى في الماء كي أمنع الماء من أن تهوج وتموج وتغرق الدنيا، فلو رفعت يدي عن الماء لأغرقت الدنيا بمن فيها، ويدي الأخرى في السماء لأن في السماء يوجد ريح تسمى الهائمة، ولو تركتها لأتت على الدنيا وأنهتها جميعا في دقيقة أو في ثانية واحدة. طيب ولأفنت من في السماء والأرض. قال لها بلقية هل تعرف شيئا عن الرسول عليه الصلاة والسلام؟ تعرف مكانه فين او بعث او لا؟ فقال له الملك عليه الصلاة والسلام لا، كانش عارف اي شيء اذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم بعث ام لم يبعث، ام ولد ام لا. سلم بلقية عليه واكمل مسيرته في البحر، وكمل طريقه لغاية ما وصل في مكان فيه اربع ملائكة. الملك الاول رأسه كرأس الثور، الثاني رأسه كرأس النسر، الثالث كالأسد، والرابع كالإنسان. وكان الملائكة الأربعة دول قاعدين بيدعوا، وكل ملك يدعو بدعاء مختلف. اللي برأسه رأس الثور كان يدعو ويقول اللهم ارحم البهائم وارفع عنهم برد الشتاء وحر الصيف، واجعل لها في قلوب بني آدم الرحمة والرأفة كي لا يكيدوها ولا يحملوها أكثر من طاقتها، واجعلني من أهل شفاعة رسولك محمد عليه الصلاة والسلام. اللي رأسه كرأس النسر كان بيدعو للطيور بنفس الدعاء ده، واللي رأسه كرأس الأسد كان بيدعو للسباع بنفس الدعاء ده، اللي رأسه كرأس إنسان برضو كان بيدعو للبشر. بلقية طبعا لما شاف ده ما سألهمش ولا اتكلم معهم، لأن عرف إن الأربعة دول أو الملائكة دول مسخرين لأمر معين. خلاص هو فهم من كتر اللي شافه ايه اللي بيقابله وايه اللي بيحصل، وكمل طريقه لغاية ما وصل لنهاية البحر. في نهاية البحر كان موجود جبل ضخم جدا من الياقوت اسمه جبل قاف. الجبل ده محيط بالدنيا كلها، وفوق الجبل ده كان في ملك من الملائكة. فاقترب بلقية من الجبل ده ووصل للملك وسلم عليه. فقال له الملك من انت يا عبد الله؟ فقال له أنا بلقية من بني إسرائيل من نسل إبراهيم الخليل من ولد آدم، وخرجت في طلب الرسول عليه الصلاة والسلام، والآن أنا لا أعرف هو في أي البلاد، ولا أعرف إلى أي مكان، ولا أستطيع حتى العودة إلى أهلي. هنا رد عليه الملك قال له لا إله إلا الله محمد رسول الله، قد أمرنا أن احنا لما نسمع اسم محمد أن احنا نصلي عليه. هنا بلقية كالعادة بدأ يسأله أسئلته، قال له ما هي مهمتك أو ما تصنع هنا؟ فقال له الملك
أنا الموكل بجبل قاف وبيدي عروق الأرض مشدودة على وتر، وإن الله إذا أراد أن يضيق على عبادي في الدنيا أمرني بشد عروق الأرض، وإن أراد أن يوسع على عبادي في الدنيا أمرني أن أرخي عروق الأرض، وإن الله إذا أمر أن يزلزل أو يهز أرضا معينة شددت عرقها، لذلك بلوقيا هناك أراضي تزلزل وأراضي لا تزلزل. كمل بلوقيا أسئلته وفضوله وقال له وما وراء جبل قاف؟ يعني إيه اللي وراء جبل قاف دوت، ولا هل بتنتهي الدنيا هنا؟ خلوا بالكم. قال له وراءها 40 دنيا مثل الدنيا التي جئت منها، وفي كل دنيا من 40 400,000 باب، في كل باب 400,000 ضعف دنيا مثل الدنيا التي جئت منها، وكل هذه الدنيا فيها نور وليس بها ظلمة، وسكانها ملائكة موكلون بأن يقولوا لا إله إلا الله محمد رسول الله، ويبقون على حالهم حتى يوم القيامة، ولا يعرفون دنياكم ولا يعرفون إبليس ولا يعرفون جهنم. بلقيا ما كانش لسه شبع فضوله وكمل السؤال وقال له وما وراءهم؟ هل في حاجة تاني بعديهم ولا خلاص كده؟ وراءهم حجاب وعلم من عند الله. هنا سكت بلقيا وقال هكمل الأسئلة، بما إن الملك دوت هو الموكل بالجبال والأراضي، وبدأ يسأله قال له أيها الملك كم عدد الأراضي وكم عدد البحار؟ فرد قال له عدد الأراضي 7 أراضي، وجهنم تحت الأرض 7، وعدد البحار 7 أبحار. بعد ما خلص بلقي أسئلته سلم على الملك ده وبدأ يمشي بجانب جبل قاف، فضل يمشي جنبه لغاية ما وصل لمكان فيه سد ضخم جدا، بدايته في المية ونهايته في السماء، والسد ده عليه باب ضخم جدا، على الباب ده قفل من نور، وجنب الباب ده دوت ملكين، الملك الأول رأسه كرأس الثور والملك الثاني رأسه كرأس الكبش. فاقترب منهم بلقيا وسلم عليهم وردوا عليه السلام وقالوا له من أنت يا عبد الله؟ فبدأ يقول لهم أنا بلقيا من بني إسرائيل من نسل إبراهيم الخليل من ولد آدم. فقالوا له لا إله إلا الله محمد رسول الله، ما عرفنا هذه الأسماء. هنا بلقيا استغرب، أول مرة محدش يعرف على الأقل آدم، فقال لهم أتعرفون محمدا وتصلون عليه ولا تعرفون آدم ومحمد من نسل آدم؟ فقالوا له نحن أمرنا بأن نصلي على محمد ولا نعرف آدم. هنا بلقي قال لهم طيب افتحوا لي الباب ده، فقالوا له لا نملك حق فتح هذا الباب ولا نقدر، ولكن يوجد ملك واحد هو من يستطيع أن يفتح هذا الباب، وهو جبريل عليه السلام. هنا بدأ بلقي يدعي ربنا سبحانه وتعالى باسم الله الأعظم أن يساعده في فتح الباب ده. وفعلا بعد ما خلص دعائه نزل جبريل عليه السلام إلى بلقيا وفتح له الباب وقال له يا بلقيا ما أجرأك على الله. دخل بلقيا من الباب ده اللي كان تكملته برضه بحر، لكن المرة دي لقى بحرين بألوان مختلفة. البحرين دول لا يلتقيان، يعني ما بيمتزجوش مع بعض. في وسط البحرين دول كان واقف ملائكة على شكل نمل، وعلى كل بحر جبل أحمر وجبل لونه رمادي. اقترب بلقيا من الملائكة دي وسلم عليهم وقال لهم أنا بلقيا من بني إسرائيل من نسل إبراهيم الخليل من بني آدم. فردوا عليه السلام وقال لهم بلقيا ماذا تفعلون هنا؟ وما هذه البحار وما هذه الجبال؟ فقالوا له الملائكة نحن أمناء الله على هذان البحران، فهذا البحر عذب وهذا البحر مالح وهما لا يلتقيان، ومن هذا الماء العذب كل ماء الدنيا العذب، ومن هذا البحر المالح كل البحار المالحة في الدنيا. أما الجبل الأحمر فهو جبل من ذهب وكل ذهب الدنيا منه، أما الجبل الرمادي فهو جبل من فضة وكل معادن الدنيا منه. بعد الكلام ده سلم بلقي عليهم وكمل مسيرته في البحر لغاية ما لقى مجموعة ضخمة من الحيتان. الحيتان مخرجة دماغها من المية وقاعدة بتلف وتحوم حوالين حوض ضخم جدا في النص، بان ان ده زعيم القبيلة او زعيم العشيرة او المجموعة دي، وكان شكلهم مع الحوض ده كأنه هو قاعد بيحل موضوع بينهم بيلفوا حواليه. فاقترب بلقي من الحيتان دي وسلم عليها، فرد عليه الحوت الضخم وقال له وعليكم السلام من أنت أيها العبد؟
فقال له انا بلقيا، كالعاده الاجابه بتاعت بلقيا ابن من بني اسرائيل من نسل ابراهيم الخليل من والد محمد. فقال الحوت لا اله الا الله محمد رسول الله. هنا بلقيا على طول ساله اتعرفان محمد، اتعرف محمد، هل تستطيع ان تدلني عليه، هل لديكم اي معلومات عنه؟ فانا خرجت من دنياي بحثا عنه. فقال الحوت الضخم لبلقيا لا نستطيع ان نساعدك، ما عندناش اي معلومه نقدر نفيدك فيها، لكن اوصيك يا بلقيا انك اذا لقيت محمدا ان تبلغه سلامي. على كل بلقيا وقف عنده شويه، كان خلاص بقى عنده جراه، قال لهم هل لديكم طعام تطعماني اياه؟ فقال له الحوت الضخم ساطعمك طعاما ان اكلته لا تجوع لمده 40 عاما، وايضا لا تنام ولا تعيا ولا تسقم ولا تعطش. فرح طبعا بلقي بالاكل اللي هيديله قوه خارقه عن اللي هو فيه، ما بيقدر يمشي على الميه، وكله وكمل مسيره في البحر الواسع ده اللي ما كانش عارف هيوديه فين وهيجيبه منين. وهو في المسيره دي نظر في الافق، شاف عمران كبير في جزيره كده باينه في الافق وعليها قصور ومباني حاجات كتير، فقرر ان يتوجه ليها. قبل ما يوصل لها في الافق ديت او بعيد عنه وماشي على البحر، شاف شاب قاعد يمشي بسرعه، شكل الشاب ده مثل القمر حلو قوي، فحاول يجري وراه وقال له من انت؟ فقال له الشاب ده سلما خلفي، يعني اسال اللي وراي واكمل. راح بلقي في الاتجاه المعاكس للشاب ده عشان يشوف مين اللي وراه، لقى ومشى شويه من تقريبا يوم كامل. وبعد ما مشى اليوم كامل شاف شاب تاني برضه كالبدر، فاقترب منه قال له من انت؟ فقال له سل من خلفي، يعني اسال اللي وراي وكمل مسيره. فرجع برضه بلقيا كمل في الاتجاه لمده تقريبا يوم، لقى شاب تالت جاي بيجري، فاقترب منه قال له من انت؟ فقال له الشاب ده سل اللي خلفي، سل اللي خلفي. كمل لقى الشاب رابع، هنا وقف على طول وقال له استحلفك بالله ان تقف. فوقف الشاب ده الرابع ده وقال له لما استحلفتني؟ قال له بلقيا كل ما سألت شخص من الذين يمرون امامي كان يقولون السل الذي خلفي ويتركوني، فما كانش عندي طريقه غير ان استحلفك بالله انك تقف. فقال بلقيا من هؤلاء الشبان الذين يركضون؟ فقال له الملك، الاول اسرافيل صاحب السور، والثاني ميكائيل الموكل بالرزق والامطار، والثالث كانت جبريل امين الله. فقال له بلقيا وليه قاعدين بيجروا بالطريقه دي والسرعه؟ فقال له الملك هناك حية من حيات الدنيا في البحر قد آذت سكانها، وكل من في البحر قد دعا علي، فأتينا كي نأخذها ونلقيها جهنم كي تعذب بها الكفار. فقال له بلقيا وكم حجمها؟ قال له طولها مسيرة 30 عام وعرضها مسيرة 20 عام. بلقيا بعد ما خلص أسئلته للملك ده سابه وكمل طريقه في اتجاه الجزيرة والبنيان والقصور اللي شايفها في الأفق بعيد. أول ما وصل للجزيرة دي لقاها من أجمل الجزر اللي مرت عليه، كل الجزر اللي فاتت ما كانتش حاجة بالنسبة لدي، رغم إن كان فيها من ذهب وكان فيها من ياقوت وأعشاب من زعفران، بس ما كانتش بجمال الجزيرة دي. أول ما وقف على الجزيرة دي لقى فيها غلام لونه أبيض وشكله جميل جدا، والغلام دوت واقف ما بين قبرين. فاقترب بلقيا من الغلام ده وسلم عليه وقال له يا غلام ما اسمك؟ فرد الغلام انا اسمي صالح. قال له بلقيا وماذا تفعل هنا؟ فقال له صالح انا اقف هنا بجانب قبر امي وقبر ابي، ابي وامي كان صالحين وماتا وانا هنا انتظر ان اموت. هنا بلقيا سابه ومشى، كمل ماشي جوه الجزيرة. وهو جوه الجزيرة شاف شجرة ضخمة جدا، وعلى الشجرة دي كان طائر واقف على رأسه. الطائر ده رأسه كان من ذهب ومنقار كان من ياقوت وعيونه كانوا من لؤلؤ وبقية جسمه كان من الزمرد. فاقترب بلقيا منه وسلم عليه وقال له أيها الطائر من أنت؟ فرد الطائر أنا طير من طيور الجنة، وأنا قد نزلت إلى هذه الأرض عندما نزل آدم، وكانت معي مائدة طعامي وهي الآن موضوعة بجانبي وأنا أمين عليها وأطعم منها كل عابر سبيل. فقال له بلقيا وهل أستطيع أن أكل منها؟ فقال له الطائر نعم. فسأله بلقيا سؤال تاني وقال له هل هذه المائدة تنقص؟ فقال له الطائر طعام الجنة لا ينقص
وهذا الطعام من الجنة. وجلس بلقي على المائدة دي وبدأ يأكل من طعام الجنة دي. وبعد ما خلص أكل قام للطائر وقال له: أيها الطائر، هل بقي أحد على هذه الجزيرة؟ فقال له الطائر: لا يوجد إلا أبو العباس. فقال له: ومن هو أبو العباس؟ فقال له الطائر: الخضر عليه السلام. هما بيتكلموا عن الخضر عليه السلام إلا وأتى الخضر، وكان الخضر كل ما بيمشي أثار أقدامه ينبت عشب مكانها. واقترب الخضر من بلقية وسلم عليه وعرفه بنفسه وتعرفوا ببعض، وقال له كل قصته من أول ما خرج من مصر لغاية ما وصل لهنا. وقال للخضر في النهاية: أنا جئت أبحث عن الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن على ما يبدو أنني لن أستطيع أن أعثر عليه، ولكني الآن أريد أن أعود إلى مصر وتحديدا إلى أمي، فإني قد اشتقت إليها. فقال له الخضر: مسيرة وصولك من هنا إلى مصر 500 سنة، لكن إن أردت الوصول لها فأنا أوصلك لها بمقدار 500 شهر. فرد الطائر وتكلم وقال له: أنا أوصلك لها يا بلوقيا بمقدار 500 يوم. فرد الخضر وقال له: أنا أوصلك لها الساعة. فقال بلوقي: أنا أريد أن أصل لها والساعة الآن. فقال الخضر عليه السلام: اقترب مني وأمسك فيه. فعلا جه ومسك فيه وأغمض عيني، وفي خلال ساعة وصل بلوقي إلى قصره في مصر أمام أمي. فتح عينيه لقى أمه ولقى قصره وكل حاجة موجودة حواليه. سأل أمه مباشرة: أنت شفتيني وأنا لما وصلت هنا؟ فبصت له قالت له: أيوه، كان منظرك غريب جدا، كان في طائر أبيض ضخم شايلك وهو اللي نزلك عندي واختفى. هنا ضحك بلوقير، كان هيقول لأمه إيه بعد كل اللي مر بيه وكل الغرائب اللي مر اللي فيها دي؟ لكن في النهاية جمع كل بني إسرائيل الموجودين في مصر وسرد لهم القصة دي من البداية إلى النهاية. وبالطريقة ديت القصة دي تناقلت من جيل لجيل، وروايات كتير من كتبهم كتب اليهود مذكورة في القصص دي. القصة دي تعتبر من أغرب القصص اللي أنا حبيت أشارككم بيها. أتمنى تقدروا التعب اللي أنا تعبته عشان أجمعها لكم. أتمنى أن أشوف تعليقاتكم في الكومنتات. بلكم على خير المرة الجاية إن شاء الله. شكرا لكم، مع السلامة.